يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا يا ليلي يا ليلي يا عيني اوعى يا ليلي يا رقص يا واد رقص انا اضرب الرمل والصوان على راسي يمكن على الله يرق قلبي كلاسي يمكن على الله يمكن على الله يمكن على الله يمكن على الله يرقى قلبك وشعرك حنيتي بالزبدة ودانتي وده شعرك حنيتي بالزبدة ودانتي وده شعرك حنيتي بالزبدة ودانتي ولما جه العريس سيبتي وانا اللي ليلي طال تخس النص وانا اللي شبت ما تعلم وشعري اتحنيتي بالزبدة ودانتي وده شعري اتحنيتي بالزبدة ودانتي وده شعري اتحنيتي بالزبدة ودانتي وده شعري شرح لك من ساعة ما شفتك حسيت انك انت راجل جدع. الله انت ايه يا عم الحاج الحكاية؟ انت كنت مش هتطلع لي في حتة ولا ايه؟ اصل انا عارف حكايتك وحكاية هريسة. لا والنبي اعرفها منين حكاية هريسة؟ بنتي. بنتك مين؟ النوعة.
لو النبي انت تبقى ابو النوعه. تمام ابو النوعه، تعال معايا بقى وانا هقول لك على كل حاجه. يلا ها تعال. شايف الامن انه الراجل ده مش عارف منين. واخد بالك يا لمبي؟ علي النعمه واخد بالي، والله واخد بالي. يظهر انك انت بقالك كتير قوي من بدري مش واخد بالك. يا عم والله واخد بالي، ما انت طلعت رجب وانا واخد بالي. يابا سيبه بقى ما تشغلهاش عليه. انت عايز من اللي جابوني انا ايه في القعده دي اللي انا عطنت فيها؟ انا عاوزك تتجوز البت دي، اصلك انت باين عليك انك انت جدع من الحكايات اللي هي حكتها لي. يابا ما يصح. شوف الدلع، يابا ما يصح شويه رمياها عليا. لطيف لطيف جميل. انا كده هننفذ الشرط اللي احنا اتفقنا عليه، كده بقى يبقى انت البقيه عليك انت بقى. في ايه؟ في الحاجات التانيه اللي انت قلت لي عليها، اتجوز النوعه؟ اقول لك مكاننا هريسه فين؟ اخد ال 10% من الكنز وتوافق اجيب لك المأذون من بره. خلاص؟ خلاص هقول ايه؟ انا موافق طبعا. اوافق وابصم كمان. انا مالي ايدي كويس من اللي انا بقوله، عارف ليه؟ ليه بقى؟ لأن هريسة يبقى أخويا بس من أم تانية. لقيت يعني؟ محدش يعرف مكانه في العالم إلا أنا. يابا ما تقوله من غير ما يتجوز. جايز الجدع ملوش غرض في الجواز، ممكن يكون في واحدة تانية. يا واد أنا لو لفيت الدنيا دي كلها في سجارتين مش هلاقي ضفرك. والله جاي وشعري يا ألف مرحب، نكد على نفسه وما جاش نروح نشوفوا حظنا مع اللي بيدوبوا في دباديب رجلينا. طب خلي حد يهوب كده ناحية دباديب رجليك وهتشوف هيحصل له ايه. أموت في الآدم، أموت في الجلي. بس بص بقى والنبي، أنا عندي بس حتة بروبليمة صغيرة كده. اتفضل. أنا سيد الرجالة يعني الامباوي ودم حامي وسخن ومصنع الرجاله، وما اقبلش ان مراتي ترقص في كباريه بالليل. اموت في الادب. ارقص الصبح بس. اسم اننس، اسم اننس، اسم اننس. صباح الخير يا سيد الناس وتاج راسهم. صباح الخير يا احلى أحلى النوع موجودة في الدنيا كلها. بسم الله. أنا مش مصدق نفسي. ده أنا كل شوية أصحى من النوم ألاقيك جنبي، أتنفط كده وأتفز أقول مين ده؟ أنا اتشقيت ولا إيه؟ أقول يا فضحتك يا النوعة، أفتكر إن أنا اتجوزت. أنام أشوفك أتفزع، أنام أشوفك أتفزع، حسيت بيا؟ لا والله ما كنت حاسس، لأن أنا كان عندي وأنا نايم جنبك بتفزع كان عندي كبوس. كبوس؟ كان كبوس وحش قوي. قوي والله كنت طول الليل عمال اتضرب بالقلم على وشي طول الليل وانا نايم. طب وبعدين؟ ولا قبلين فتحت عينيا لقيت اخر قلم نازل عليا من الكبوس دراعك هو نازل على خدي. فزع حضرتك كان نازل عليا انا. يقطعني خلاص، ابقى اربطني وانا نايم. ليه يا بنت؟ ليه الميول اللي انت فيها دي؟ اموت في الادب، اموت في الجلي. اتجوز نعجه. صباح الخير يا لمبي. ده صباح الزفت ده الصبح. لمبي. صباح الخير يا حنايا. تعالى يابا. تعالى يا حبيبي. يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا. ما شاء الله، ابوك بقى كوكب الشرق جاي للصحيحة. صباح الخير يا ابو النوعة. صباح النور. ايه بقى فين بقى؟ انت قلت لي هريسة بعد جوازي من النوعة على طهر وشدد على هريسة، فين هريسة بقى؟ هريسة ده ايه؟ الهريسة ده ايه؟ هريسة اللي انت قلت لي ان من امك الافريقية ده ولا الفلبينية؟ منين؟ انا قلت الكلام ده؟ ايوه قلت الكلام ده. لا ما حصلش، ده انا حتى كمان مقطوع من شجرة، ده انا حتى كمان ملياش لا ام ولا اب. جرى ايه يابا؟ انت قلت الكلام ده؟ انت بتحاميني له يا بنت انت ولا ايه؟ يا بنت ال... لا عندك اوعى تغلط. يا بنت انت بتكلم ابوك كده ليه؟ وابوك ده ولا مجراه؟ ابوه. استنى انت يا لمبي، هو انا ماليش راجل يحميني ولا ايه؟ بلاش جسمه كفايه اسمه. ايه يا عبد الحاج؟ ايه؟ هي صحيح ملهاش راجل يحميها ولا ايه؟ انا ممكن اعملها معاكوا بص واعمل الصح ومن الاخر،
بس اللي مثبتني ومفكسني الطربوش اللي على دماغك ده اللي بيمثل قيمة من المصريين. مصر مش بالطربوش يا لجي، وادي الطربوش. أنا فاكر أنت كده بتغلط في المصريين. من فضلك لبسني الطربوش. تعالى اتفضل. حلو كده؟ أمال يلا بقى، أنت قلبت بتاع زلابيا كده، طلعني العريس على طول كده. أنا عرفت إنك أنت راجل وتقدر تحمي بنتي بعد ما اديتني الطربوش. أمال إيه؟ مش قلت لك يا ماما؟ يا ولاد أنتوا عاملين عليا مسلسل؟ يلا بقى، فين هريس اللي خلاص؟ فوق فوق؟ مات من غير ما أعرف السر؟ بقول لك إيه؟ هو ده فعلا يعني ابوك بجد؟ يعني ابوك يعرفه بجد ولا اي كلام؟ طبعا بجد، ده عم هريسه والنبي. طب يلا بينا. ايه ده إيه؟ انت داخله هتعملي له نمره؟ هترقصي؟ ما تجمدي يا بنت، انت ايه؟ توقفي مع الراجل مش صباح تبشير. تتغير عليا يا لمبي؟ امال ما كنتش غير عليك، انا غير على مين يعني؟ اموت في الادب، اموت في الشلي. يلا يا بنت بقى، يلا بقى. 1 2 3 هوب، 1 2 3 هوب، 1 2 3 هوب. معتدل المرش. لا ده خش. ايوه كده، استرجل ده بس. صباح الخير يا عم هريسه. صباح الخير يا انوعه. من ده؟ ده جوزي الليمبي. جوزك؟ امال بيبص لي كده ليه؟ سيبه بس، عايز يتاكد من حاجه. خلي الناطق ابويا الله يرحمه. انت عم هريسة؟ لو انت ابن حد مدياني فانا مش هريسة. طب لو انا مش ابن حد مديانة ابقى اني هريسة؟ هو اللي انت بتدور عليه. انت مين؟ انا الليمبي. الليمبي؟ ايوه. يا رب انا سمعت الاسم ده فين قبل كده. جرايه يا عم هريسة، ما لسه قايلك ان جوزي الليمبي. جرايه يا بنت، ما تبخش فيه. الله. أموت في الأدب، أموت في الجلي. هقول والنبي بقى عم هريسة. ممكن أكون سمعت الاسم ده في حتة كده ولا كده، أو بشارة قالها الطالع. أيوة. لا شوف بقى الطالع بقى، واطلع معايا واحدة واحدة، وخلي بالك وأنت طالع لا تقع. أيوة، الدبانة الحمراء. يبقى أنت حفيدي اللي هيعرف عن طريق مكان الكنز، وأنا في النزع الأخير. أيوة حفيدي. جدو قريبي، قول لي بقى مكان الكنز فين؟ ما قلنا الوصية بتقول إن أنا لازم أبقى في النزع الأخير. مستعجل ليه؟ كنزك موجود. أيوه، كان صحيح حكاية الكنز يا لمبي. أمال إيه بقى، جوزك خنتاريش ولا إيه؟ أيوه أنوعه، ايوه صحيح، الكنز حقيقي واحد اتهني بيه انت واللمبي حفيدي. حبيبي يا جدي يا قريبي. يلا بقى، ادقلك في الطاسه بقى وخلص على نفسك بقى، عشان عرفنا كان الكنز. ارمي نفسك من فوق السطح بتاع البلوك. الوضع في نفسك هو من اي حاجه فضحي سبيل حفيدك يسعد. هو النوعه. قول لي يا بت، اقصى عليك يا لمبي، عايز تموتني قبل اجل ما يجي؟ اهون عليك برضه، ده انا برضه جدك. اصبر شويه. ما تزعلش يا عم هيسه، خلاص موت على راحته. طب ايه بنت الكلام اللي يموت على راحته؟ يعني احنا فاضيين الكلام ده؟ اقف عادل. اموت في الادب، اموت في الشلي. وارجوك استحلفك بالغياب الغادي عندك، تدلني المره دي على مكان الكنز بجد. انا تعبت تعبت خالص. بالراحه علي، سيبنا موت واحده واحده. واحدة واحدة يا عم هريسة كده، هيبقى خان او كتير او بصراحة بقى. انا تعبت يا عم هريسة بقى، قال لي موت واحدة واحدة. ما تاخدها ماشي احسن بدل ما تموت واحدة واحدة. مع السلامة عليكم. اما تموت بقى ابعت لي. استنى يا حفيدي. ايه؟ مادام طلعنا قرايب ما ينفعش اموت وانا جعان. ما تعملوا لي طبق طبيخ ولا صينية صيادية؟ على فكرة انتوا كلكم سحنة واحدة في قلب العصور اللي انا شفتكم فيها. كل خلق واحدة ونفس الغيتاتها على فكرة، نفس السئالة ودماغ ما فيش. واضح ان العيلة الهريسية دي عيلة من قبل تاريخ التاريخ. مع السلامة عليك. يا كبدي. ايه اللي حصل تاني؟ يا كبدي. ايوه يلا بقى. يا رب تموت، يا رب تموت يا جدي، يا رب قلبك يقف. قرب مني اهو. نفس الريحة. ريحة مين؟ ريحة بلطية.
بلطية. بلطية مين؟ بلطية العايمة. بلطية العايمة؟ وانت بتحب عبلة كامل ولا ايه؟ احيه. احيه مين عبليك؟ مين وحيه الكاملة دي؟ بلطية العايمة. أيوة. ستك. ست اسمها بلطية العايمة؟ ايوه. غرقانة دي ولا ايه؟ ولا هي إيه بتسمها كده؟ احلى قصة حب في المكسيك اللي هي. لو نبي. كنا نقعد على بيرما سعود. ايوه. هي تغطس غطسايا. ايوه. وتطلع قرش. ايوه. وانا اغطس غطسايا. ايوه. واطلع قرش. ايوه. ونحط القرش على القرش. وتقعدوا تضربوه للمعة في حمايتين، صح؟ مش كده ولا ايه؟ احيه. احيه يا عم، عيب الجملة اللي انت بتقولها دي بتاعت حريم. كنا بنكون نفسنا. ايوه، قرش على قرش يعني. ايوه. ايوه. ومرة في ذات الأيام. ايوه. غطست الغطسة. وما طلعتش تاني. نعم النبي. ريحتها جت. ايوه. جت فين؟ انا جاي لك يا بلطيه. لا اوعى تغطس، اوعى تغطس. بلطيه انا جاي لك اهو. استنى يا عم، هي بتشدك ولا ايه؟ بلطيه. عم هاريس استنى، قولي على الكنز قبل ما تنزل وتكتم نفسك. استنى، لا قولي على الكنز، قولي على الكنز، قولي على الكنز الاول، قول. ايوه. ايه ده؟ ده بقى عبيط قبل ما يموت. والكبار ما بيموت. يا لهوي، مات؟ مات طبعا. يا لهوي. يا هرب افندي، يا رجاله، هريس ابو الليف بيخلص خلاص، وعنده جدع اسمه الليمبي والبت قنوعه، وشكله هيموت دلوقتي اهو. هنسيبه هريس هيموت كده بسهوله من غير ما يقول لنا على مكان الكنز فين؟ ايوه يا جدعان، وهنعمله ايه دلوقتي؟ يا هرب افندي. يخرب بيتك، الله يخرب بيتك يا مصري، اللي بتحببه دي وقعت البوظة. ايه دي يا هدم افندي؟ لا مؤاخذة خواجة، عندي انا دي، عندي الحساب كله. يلا بينا يا رجالة. عارف ايه؟ ربنا ينتقم منكم. إلهي سوقت رمي يكون أعمى ويقفكم مرة واحدة على هريسة وهو بيعترف بالكنز للمبي. يلا بينا. هو ده. ده صحي يا بنت، ده العلامة بتاعت ال هو هناك اهو. هو يا بنت اهي. ايوه المفتاح. ايه ده؟ اسمع طالع، انتوا جيتوا؟ قال لك فين الكنز؟ ده انتوا ولاد حلال. انت ومصحف ولاد حلال، ان هو لسه واخد الدواء بتاع الاستاذ دلوقتي، وقال انام شويه واصحى يدركوا على الكنز، بس تكونوا انتوا جيتوا يعني. مش كده يا بنت؟ انا شفته والله. لا بركه، اتفضل اتفضل. اهو قاعد هنا يا ماما. يعني هناخد الكنز يعني؟ هتاخده هتاخده. خش خش خش. ربنا يخليك. يلا يا حبيبي يلا. قول بقى اهو هيصحى دلوقتي. يلا يا بنت يلا يا زوج. يلا يا لمبي. ايه اللي بيحصل يا اولاد؟ يا عم حاسد، يا عم ايه ده؟ ابوك كده ولا ايه؟ ابويا يا لهوي يا حبيبي يا ابني، انا ماليش غيره. معلش معلش، هنشوف له حل، هيفوق دلوقتي. طب انا محتار دلوقتي بين جوزي وابويا. جوزك طبعا الشرع بيقول كده في اليوم ده. لا مؤاخذة يابا. يلا معلش يا جدعان. يلا هاي، محدش هيجيبه غيره. هاتي لينا. بص بقى دلوقتي، انا غصب عني لازم اسيبك وامشي، في ديانه ورايا وانا. هتسيبني يا لمبي؟ ما ينفعش الديانه ورايا، هقابلك اكيد، هقابلك. هترجع؟ والله هرجع، هرجع لكم كلكم مش ليك لوحدك. بص الباب ده احتمال الاقيك انت وراه. خلي بالك من نفسك يا ابو. ايه الكلام الغريب ده يا لمبي؟